مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. Attention, silence. Kit, et action. صلي على النبي تربح يا وليدي. اليوم خميس وغدوة خميس. حاضر محمد وغايب إبليس. L'action va commencer ici. Femme canon, une caméra qui touche le canon, femme bleue de Berlin. Si j'ai ouvert le joint, ça fait hésiter de venir. Mais là, où je suis, je suis bien. نوبة يحكي على مجموعة من شخصيات استوحيتهم أنا من الحفلة متاع خاصة من الكواليس الكواليس متاع حفلة النوبة اللي أنا كنت حاضر فيها مع الوالد وقت البرايف. دونك نذكر نهارة الحفلة كنت بحث العتروس اللي ذبحوه وشفت النساء والرقصات والسواري الساتان والوجوه المشموم والبخور. دونك قعد لي في مخي وهاو 30 سنة برسك من بعد خلقت شخصيات دور أحداثها قبل حفلة النوبة سنة 91، لكن الشخصيات الشخصية الرئيسية اللي هي ماهر يلعب الدور بلال بريكي بشي يدخل في هو وليد ولد المنزه ما عنده حتى علاقة بالفن الشعبي، لكن ظروف حتته تدخل السجن وفي السجن مش تعلم ولا بشي تعرف على شخص اللي هو بشي أثر فيه ياسر في حياته وبشي يعطيه سر في جواب، والسر هذاك هو المسلسل الكل اللي باش يطلب منه يكون موجود في العالم نتاع المزود وبشراوة كيفاش يدخل في العالم هذا ويتيح في الفخ. نجم شكون ما فيش امراه كي نقولوا فخ وحب نتاع امراه اللي هي اميره شبلي اللي هي حبيبه، وشوفوا كيفاش باش يتبدل باش يتحول من وليد العاقل الى شخص اخر، لكن هذا الكل تحت غطاء الفن الشعبي في كل ما فيه من أوجاع. كان مسلسل بالحق سي غيف حلمة مش عارف كيفاش أقول لك، سي حاجة قعدت لي في مخي وجسدتها توا في هالعمل الدرامي الأولاني بالنسبة لي أنا. لكن المسلسل يحكي على برشا حب برشا غدرة في برشا ضمار في برشا سسبانس في برشا ضحك، لكن في برشا حب اللي أنا أول مرة نطرق للغومونس كيفاش نقول في برشا حب المسلسل. دوري كيما قلت لك تلمون معناتها كل حلقة انتريك جديدة، دونك كل ما نجي نحكي عليه نحس روحي نحرق. دونك هي فرح بيرسوناج يدخل على اساس معينة منزلية في دار وسيلة اللي هي هلا عياد ان بيرسوناج برانسيبال. دونك وتبدا الحكاية من غادي اون ديكوفر اكثر من هكا كل كلمة يسبش نحرق لكم فيها حلقات. دور برينجا سيت ان رول كومبوزي بالنسبة لي أنا في الكومبوزيون خاصة الانتيريور بتاعو، يعني توسكي أحاسيس وفي علاقته في حب مع حبيبة اللي تخليه تمشي الماهر هنا يتولد عنده العنف فهمتني وينتقم. الأكثرية البرسوناج فهمتني صحيح في المظهر تلقاها قوية ما من داخل تري فراجيل فراجيليتي بتاعها تشوفها يعني في دي يعني دي سين. أنا من أهم لي سين اللي خدمتهم في التلفزة. إسماعيل طبيب ان جون ميدسان ان شيف سيرفيس جون ماريي إلا سون كوبل سا بتيت في اللي نورمالمون اون ابارونس معناها الى تو معناها اون بيل فام اون بيل في كل شيء، سوف كو فما شويه عقد عنده اللي خلته يغلط وباش يتحمل مسؤوليته كبيره على الاخر، معناها يل فا بايي شير يل فا سو تروفي دون اون تورمونت كبيره على الاخر، يل فا سو كوازي افيك دي ميليو اللي هو مش متعود عليهم مش مستانس بيهم في حياته.
العشيق. العشيق هو اللي عشق على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عشق النبي صلى الله عليه خمسة خميس اليوم خميس وجو ذاك الكل. دوك كان مهم ياسر أني ناخو فكرة على الموندو اللي أنا ما نعرفوش العالم هذا، عمري ما دخلت له. بالحوت على بابا الهادي هاي وسيلة، هي شخصية، هي معلمة، سي معلمة ستتزغط، هي اللي عندها البنات اللي يشتحوا في العالم هذي معناها متاع المزود الكل. مي سينو معناها أباغ هذي اللي هي في دارها معناها يصيروا برشا حاجات، هي شخصية مركبة كما قلت أنت، خاطر عندها حكاية يعني أباغ اللي باش نشوفوها فخر نشوفها في دارها وتوا واكتو معناتها في الليبوك اللي تمثل فيها، باش نشوفوا حكايتها زايده معناها كيفاش المراه هذيك وصلت وليت هكاك وبالشخصيه هذيك وبالطبيعه بالكاركتير هذيك، خاطر عندها ان كاركتير اللي هو فريمون واضح هكا بالكدا في وسط المسلسل. هي حبيبه دونك هي في بارتي من الميليو هذا اللي هو وسط شعبي، الموسيقى، الحب، العنف، هذوما الناس هذوما اللي بيان سور نوبا هي سين شوت، اما هو اكثر بريتكست بور راكونتي العباد هذوما اللي هي حبيبه بنت الهادي شويه اللي هو في دور البارون تاع الموسيقى تاع المزود، وخطيبه برينغا اللي هو شات اللي عارفين. دور جديد ودور مختلف على الادوار اللي قمت بها في السنوات اللي فاتت في مسلسلات رمضان، فرحانه به الدور على خاطر خرجني مكسوره هذيك نتاع شويه المافيوزيه ولا هكا القويه والى غير ذلك. دونك باش نشوفوها زوجة اسماعيل سلمى، عندهم بنوته صغرونه عمرها عامين، عائلة مفروض تكون من العائلات التونسية اللي خذوا بعضهم بمحبة وسطروا المستقبل بين قوسين مشرق. ياخي الأحداث تتالى باش نلقاو اللي مش اللي يتمنيوه باش يلقاوه، على خاطر منحبش أنا نكشف الأحداث، لكن بعد نلقاو سلمى في لحظات انكسار على خاطر ما لقتش الحاجات اللي هي تتمنى فيها معناتها مع رجلها اللي خذيته بمحبة وخذيته باقتناع سورتو معناتها. فوالا حميد اتصل بيا، انا ما نمشيش للكاستينج لاسباب ذكرتها برشا مناسبات مش معقول في سني هذا في تجربتي هذه، انا نمشيش للصف انا باش ناخذ دور، يعني ما نجمش نعيش على الوضعيه هذه. دوري متميز به، انا فيه، انا نحب الادوار المتعبه نشيخ فيها نلقى روحي، لان المتعب هذاك الدور المتعب يبدا يعطيك ثراء في البحث على مستوى الجانب النفسي والجانب الاجتماعي، وتلقى يعني حاجة تعيش معها وتملاك يعني وتملكك وتخليك تعطي حاجات سيئة. عبد الحميد قبيلة سألته قال لي إن شاء الله دورك في مسلسل نوبة باش ينسي الناس بين ظفرين في دور العاتي في الدوار. لا ما نحبش الناس العاتي، العاتي سيظل ثابت في الذاكرة الشعبية إلى مدة إلى زمن طويل. أنا من بصراحة الدوار من الأعمال الخالدة على كل المستويات، نصا وإخراجا وتمثيلا، كان عمل رائع وما زال يعيش إلى اليوم، ما زالت الناس تحبه وتتفرج فيه، وما زلت أنا اللي أديت شخصية العاتي ما زلت نحس كأنه تعاملي مع الجمهور كأنه أنا تعرض البارح المسلسل الدوار. ولكن الشخصية هذه أيضا شخصية فاعلة وقوية، وإن شاء الله أنا أكون إن شاء الله تبقى في الذاكرة إن شاء الله.